تفتكر يا فنو ايه اللي هيحصل لو عملنا التجربه دي؟ هو يبان لك ان هي تجربه عاديه، بس هي مش عاديه، لان دم الاحمر مع الاصفر النتيجه الطبيعيه يطلع لنا برتقاني. بس ممكن يكون اللي بيعمل التجربه دي يكون خدعنا شويه، بمعنى بدل ما يحط الاحمر اللي انت شايف احمر ده، ممكن يكون موف محمر خالص، والموف داخله الازرق، ودمج الازرق مع الاصفر يدينا الاخضر. عشان كده لازم نجربها فنو. اروح اعمل شاي بس ومع بعضنا. بس احب اقول لك يا فنو اني بدور معايا ما لقيتش الازرق اللي هنشتغله بيه، بس لقيت موف هينفع. حلو، بدأت أجهز الأصفر ورجعت للموف تاني عشان أخليه محمر شوية شبه اللي في الصورة بالظبط. كده خلص الأحمر، بدأت أخلطهم بقى عشان يطلع النتيجة. برتقاني، نقلب شوية، برتقاني تاني. وزي ما انت شايف يا فنو، بعد ما فشلنا فشل ذريع، أحب أقولك ما تعملش تجارب تانية يا فنو ولا شاي.